هاي الخطوط العشبية البداية شافوا إنه هي خطوط بعد ما يكون عشبية قسموها إنه ستة يعني حواجز شافوها في البداية بشكل حواجز بعدين لما طور الميكروسكوب وشافوا إنه هاي الوضعية لغت كلمة ستة لكن تقرأ في بعض الأحيان سيستخدموها مكان إنه مفروض بس هي نفس الإنمو كود هي الإنمو ستة عشان هي الخطوط اللي يعطيني فيها الخلايا بتنزل. عشان فائدة الاستيليا تريتيكولوم آخر نقطة موضوعنا. الاستيليا تريتيكولوم هي عبارة عن خلايا متباعدة عن بعضها ترتبط بطريقة السيتوبلازم بروسيس. وبيناتهم أكو تجاويف من الجلايكوز أمينو جلايكان. جلايكوز أمينو جلايكان هي مادة جيلي. هاي الجيلي إيش راح يصير؟ لما يصير توسع بالخلايا ما يصير ضغط على الإنمو الأورجان. الجلي ينداس فهذه هي ستيليا تريتيكولوم سيل اللي موجوده بالوسط مرتبطه بالسيتوبلازمك بروسيس يعني ما في خليه لازقه بخليه يعني مو اتصال بشيء او شيء لا عن طريق بروسيس يعني هالشكل راح تكون هذه بيا بروسيس يرتبط مع خليه اللف بروسيس من جهه اللف مع بروسيس من جهه اللف ايش راح يصير فراغ بيناتهم هذا الفراغ ايش مليان؟ مليان بماده اسمها جلايكوز امينو جلايكان جلايكوز امينو جلايكان ايش هي؟ هي عباره عن ماده جيل ماتيريال الفانكشن ماله هو كوشن اكشن خلال تكوين الترانسفورميشن هنا راح يصير ضغط فيصل من الدنتال فابيلا يعني يزداد عدد الخلايا مال الدنتال فابيلا ايش راح يصير بريشر على هالمنطقه هذه؟ حتى لا يصير بريشر كلش قوي وتاذى الخلايا هذا يشتغل ككوشن اكشن بهالمنطقه هذا ايضا راح يزداد بالحجم راح نشوف المحاضره الجايه هذا راح يزداد بالحجم عندنا ويتحول الى اخر ستيج اللي هو الكاب ستيج للدل ستيج للستيج اللي هو موضوعنا المحاضره السابقه الدل ستيج هو اشنو؟ مرحله الجرس